إيميليو بيتروجينيو يمكن كلنا نعرفه لأن إحنا يعني سن كبير بالنسبة لنا، ولكن هو ماسك دلوقتي مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد. كان ليه حديث كبير قبل المباراة، تعالوا نسمع قال إيه إيميليو بيتروجينيو وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظروا. First of all, I'm delighted to be with you. في البداية أنا سعيد لوجودي معكم، وأود أن أبارك لكم على وصولكم لقبل نهائي مونديال الأندية بعد التغلب على أوكلاند وسياتل. أعتقد أن هذا إنجازا كبيرا، وها نحن نتقابل مرة ثانية. ستكون مباراة كبيرة، أجواء رائعة في الاستاد. بالطبع ستكون مباراة حماسية، وكل التفاصيل ستكون مهمة. ستكون فرصة عظيمة للفريقين لتقوية علاقتنا الجيدة. That's right. I vividly remember the game. بالطبع أتذكر المباراة الأولى، فالسيد خالد مرتجي والجميع كانوا مستضيفين جيدين وعملونا بشكل عظيم، ومنذ هذا الوقت ونحن نحاول تقوية العلاقات بيننا. وفي الواقع أعتقد أن تجمع الناديين علاقة رائعة بالفعل. أعتقد أن ناديكم ناد عظيم ذو مكانة كبيرة، له تاريخ مميز، لديكم العقلية المناسبة لتحقيق أهدافكم والقيمة التي تظهرونها، وكيف تتغلبون على كل الصعوبات. هذا سبب أنكم ناجحون جدا لهذا الوقت الطويل. باختصار، لديكم عقلية فوز غير عادية، هذا سبب فوزكم بألقاب عديدة جدا. أداء الفريق في السنوات الماضية والطريقة التي يدار بها النادي مذهلة. لديكم تاريخ عظيم، وهذا سبب أنكم تحاولون الفوز بكل شيء في كل موسم. بالطبع هذا يعكس المسؤولية الكبيرة التي يتحلى بها النادي، وفي نفس الوقت يجب عليكم أن تكونوا فخورين جدا لما يعنيه ناديكم لبلدكم ولكرة القدم بشكل عام. أنتم منافسون بارعون، لديكم هذه العقلية، تعرفون كيف تحققون أحلامكم، وهذا هو الأسلوب الأمثل إذا أردت حصد الألقاب وأردت أن تكون بين الأندية الأفضل في العالم. لدينا مباراة هامة اليوم، يا إلهي ماذا أقول، فهذه مباراة قبل نهائي كأس العالم. في الواقع إنها كالنهائي. أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة، أنتم منافسون جيدون، لذلك يجب أن نلعب جيدا جدا من أول دقيقة لنحظى بالتركيز المناسب وأن نهتم بكل تفصيلة في المباراة، لأن كل تفصيلة ستكون حاسمة. ستكون مباراة صعبة علينا، لكن بالطبع سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لنبلغ النهائي، فهو هدفنا. أعتقد ستكون مباراة رائعة لكلا الجمهورين. نحن سعداء جدا لتعاوننا معكم ولنصنع أجواء أكثر إثارة لجماهيرنا. فالليلة فرصة رائعة أن نستمتع بكرة القدم في أفضل شكل. أعتقد أننا كلنا ننتمي لعائلة كرة القدم، ويجب أن نساعد بعضنا البعض، وهذا خير مثال على العلاقة الرائعة بين الناديين على كل المستويات. لذلك نحن سعداء لنكون معكم وأن نلعب ضدكم وأن نحاول أن نستمتع بمباراة لطيفة. نحن سعداء أن نكون مع جماهير كرة القدم في مصر وجماهير نادينا النادي الأهلي، وبالطبع سعداء للتواجد مع تلفزيون النادي الأهلي مع بالغ سروري من الرباط. أتمنى لكم التوفيق وأن تستمتعوا جميعا بالمباراة. Thank you my friend. Thank you.